تحية لكم مجددا مشاهدينا ومستمعينا الكرام. ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف الأستاذ مصعب التوم، مدير مجموعة بيست فريند الخيرية. تحياتي أستاذ مصعب، صباح الخير. يا صباح الخير، صباح النور أستاذ فاطمة مصباح وكل التيم العامل في النيل الأزرق. صباح الخير عليكم. صباح الورد عليك وكل القائمين على أمر مجموعة بيست فريند الخيرية. بداية، درجة المجموعة على احتفال سنوي بداون طاقة لا إعاقة، هذا الشعار المميز اللي اخترتوه عنوان لهذا العام، حدثنا عن الاحتفائية والترتيب لها. تفضل. طيب، متلازمة داون واحدة من المبادرات الجميلة المحببة لقلبنا، وهم أطفال شريحة جميلة جدا جدا محتاجة للرعاية وللدعم المعنوي وكذا. مجموعة بيست فريند يمكن من 2016 نحن بنعمل مبادرة سنوية لأطفال داون، وبنتعاون مع عدد من المراكز اللي معروف في الخرطوم زي مركز الفاروق لتأهيل ذوي الاحتياجات، مركز السودان، وهذه المراكز بتعمل على تأهيل وتطوير الأطفال وتأهيلهم لحد ما يحصل لهم الدمج. فنحن بنعمل المبادرة حتىك بتكون هي احتفالية سنوية، بتكون غالبا في صالة غرطبة، بندعو لها عدد من نجوم المجتمع، وبندعو كل الأسر بتاعت الأطفال داون، خصوصا إنه الأسر بتخجل من الأطفال والمجتمع. يعني نوعا ما كده كان في يعني قبل 6 سنين 5 سنين موجود يعني شوية كده تنمر، فقدرنا نحن عبر السوشيال ميديا عبر الجروب بتاع بيست فريند انه سنويا نحن من شهر 8 بنبدا حمله توعويه بتغيير بروفايلاتنا كلنا بشعار دعوه طاقه لا اعاقه، مختلفون ليس متخلفون. وبعد ذاك بنبدا يعني برامج توعويه، بوستات، بنحاول ننشر انه نحن يعني نوري انه الناس دي الاطفال دي هم طاقه لا اعاقه، ونشيل المصطلحات السالبه زي منغولي ومتخلف وبعض المفاهيم السالبة، زي انه مثلا معظم الاسر او الناس تعتقد انه الحاجة دي وراثية، وانه هو طفل داون ده يعني ما بنجيب، وانه هو متخلف وما قادر على الاندماج في المجتمع وكذا. طفل داون بالعكس نزل الدراسات انه اذا لقى التأهيل المناسب ودخل المراكز المتخصصة وبعد ذلك هو ممكن يكون ناجح. اليوم نحن عندنا برامج، عاملين ورشة ان شاء الله بكره في وزاره التنميه الاجتماعيه، كويس. الورشه دي تهدف الورشه لايجاد طرق دمج الاطفال في المجتمع وتوفير فرص التعليم والعمل لهم، ويشارك الحضور كل من منظمه الصحه العالميه واليونيسيف وجامعه الخرطوم والنيلين والاحفاد ووزاره التنميه الاجتماعيه. الورشه من هنا ندعوكم لها، الورشه محاورها تنحصر في تنميه المهارات الفرديه للاطفال اصحاب المتلازمه وطرق دمجهم في المجتمع، ومحور الصحة خاصة إنه الأطفال بيعانوا من بعض الأمراض المصاحبة لهم كإشكاليات صحية دائمة مرتبطة بالمتلازمة. فدي واحدة من الحاجات الجميلة. كذلك عندنا يوم صحي توعوي عاملينه في مركز الفاروق ومركز أسرتنا، جايبين عندنا مجموعة بتاع الأطباء، حاجة دي مساعدة للأطفال، فإن شاء الله برضه ده حيكون يوم 8 معاهم طبيب صحة نفسية، طبيب التغذية، طبيب أسنان، طبيب مختبر، طبيب عمومي، طبيب بعد ذلك عيادة حقت عيون. كل هذه الحاجات دي هي زي ما بيقولوا متطوعين كتر خيرهم بارك الله فيهم من المجموعة عاملينها. بعد ذلك عاملين لهم يوم ترفيهي أو رحلة للأطفال، هنحاول ندمجهم ونكون معهم. فإن شاء الله يوم 22/10 في صالة غرطبة الساعة 12 لحد الساعة 5 أو 6، الدعوة دي عامة لكل الأسر اللي عندها أطفال متلازمة داون، ولكل المراكز، ولكل أصحاب الاختصاص، ولكل نجوم المجتمع، لأنكم أنتم أصحاب الرسالة، ووجودكم ومشاركتكم معهم في اليوم الترفيه ده بتكون يعني حاجة جميلة جدا جدا أستاذ. أكيد بلا شك، وحضور، وهي دعوة للجميع للحضور والمساندة ومسؤولية مجتمعية تجاهنا جميعا لهؤلاء الأطفال الأبرياء الذين يحتاجون إلى نظرة مختلفة في المجتمع. شكرا جزيلا لك أستاذ مصعب التوم، مدير مجموعة بيست فريند الخيرية، وتحية لأعضاء هذه المجموعة الخيرين، لهم كل الود والتقدير والاحترام. شكرا جزيلا. شكرا شكرا أستاذ فاطمة المصباح، شكرا منكم العضو معنا فعاجبا كله الطاقم النيل الأزرق، وشكرا جزيلا. تحية سعيدة جدا إنه أنا متواجدة معاكم داخل مجموعة بيست فريند الله.
خيرية، وإن شاء الله معكم قلبا وقالبا، ودعواتنا الصادقات لكم بالتوفيق دوما. شكرا جزيلا الأستاذ مصعب التوم. وطفل يعني متلازمة داون، طفل يحتاج إلى يعني عناية خاصة ومتميزة عشان ما يشعر إنه في فرق بينه وبين الأطفال الآخرين. وبلا شك يعني الطفل يحتاج إنه يكون مندمج في المجتمع بشكل طبيعي، وما نحسسه بأنه هو يعاني من إعاقة ما. يجب أن يتحمل مسؤوليته ويتعامل كطفل طبيعي، ودعواتنا لهم بالتوفيق ولمجموعة أيضا بيست فريند الخيرية. نتواصل معكم مشاهدينا، نسمع ونتواصل، خليكم معنا.